البرلمان يلتئم السبت لاستكمال مرشحي الوزارات الشاغرة، والقانونية النيابية تؤكد الانتخابات المبكرة ضرب من المستحيل. الوباء يكشر عن أنيابه، الحصيلة اليومية تتجاوز 1000 إصابة للمرة الأولى، ومحافظات تحذر من الدخول في مرحلة الخطر. لدي 3 إلى 4 مدراء مهددين بالإقالة وبتغيير المنصب من خلال وغزات أو من خلال بعض مواقع التواصل المتعاملة مع بعض مع الأسف السياسيين. تدخلات سياسية وإملاءات نيابية، دوائر الموصل مشلولة وحركة المشاريع متوقفة، يؤكد الأعرجي في مقابلة مع الفلوجة. الخروقات الأمنية تشعل الغضب الشعبي في ديالى، داعش يغتال 4 أفراد من عائلة واحدة، ومحتجون يطردون نوابا ويقطعون الطرق. أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. البداية نيابيا، حيث من المرجح أن يمضي مجلس النواب غدا السبت في التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك بعد أن تسلمت رئاسة البرلمان قائمة بأسمائهم. وبحسب نواب، فإن جميع المعطيات تشير إلى أن التصويت لإتمام الكابينة الوزارية على الرغم من عدم وجود شيء رسمي، مضيفين أن اجتماعا لرؤساء الكتل مع اللجنة القانونية بشأن قانون الانتخابات سيسبق جلسة الغد. في غضون ذلك، كشف مستشار رئاسة البرلمان ينادي مكنة عن وجود اعتراضات من قبل بعض الجهات السياسية على بعض مرشحي الوزارات الشاغرة. كان أشار إلى أنه في حال تأجيل التصويت على مرشح وزارة الخارجية سيتم تأجيل تمرير مرشح وزارة العدل، لأن هاتين الوزارتين من حصة المكون الكردي، وكل واحدة منهما مرتبطة بالأخرى، مبينا أن الموقف السياسي هو من سيحدد إمكانية تمرير جميع هذه الوزارات في الجلسة المقبلة أو إرجاء بعضها إلى جلسات برلمانية أخرى. نبقى في السياق النيابي، حيث عرضت اللجنة القانونية النيابية النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه مؤخرا بغرض مناقشتها. عضو اللجنة النائب سليم همزة قال إن إجراء الانتخابات المبكرة في العراق أمر مستحيل، وذلك بسبب الوضع المالي والاقتصادي وتفشي جائحة كورونا، فضلا عن عدم اكتمال قانون الانتخابات والهيكل الإداري للمفوضية. في سياق منفصل، التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدد من عوائل شهداء الاحتجاجات، مؤكدا فتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، وواعدا عوائل الضحايا بأن دماء أبنائهم لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كل متورط بدم العراقيين. وقال الكاظمي خلال اللقاء أن العراق مر بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كل المستويات، وشهدت البلاد حالات اغتيال واختفاء لمواطنين على يد أطراف مسلحة، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة. وأشار الكاظمي إلى تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق، مبينا أن التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للشهداء وأخرى للجرحى لشمولهم برعاية الدولة وتعويض عوائلهم. واستمعا إلى تفاصيل قتل أولادهم والمعاناة التي يمرون بها،
مطالبين باعتبارهم شهداء الوطن، سواء كان هو لغرض مغازلة عوائل الشهداء أم لغرض إظهار حسن النوايا في التعامل مع الواقع العراقي. في كل الأحوال أنها خطوة في طريق إنصاف الشهداء، ولذلك أنا أنظر إليها من هذه الزاوية، ومع ذلك أقول أنني أبقى أنتظر الإنجاز. هذه الخطوة لا تختلف عن خطوات ووعود كانت الحكومة السابقة قد قطعتها على نفسها، هكذا يرى متابعون. فالأهالي ينتظرون خطوات جدية من حكومة الكاظمي. مسألة اللقاءات المتكررة بين السياسي وبين الفئات الشعبية ومن مختلف الشرائح، علها يعني اصطدمت بمصداقية اللقاءات طوال 17 عام، لذا الشعب اليوم ينتظر التطبيق ولا ينتظر مجرد الوعود التي قد تسقط بانتهاء الورقة التي يكتب عليها التعهد أو تكتب عليها مقررات أي لقاء. وعود ولقاءات وجولات يقوم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة الترهل الذي خلفته الحكومات السابقة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. ينضم معنا الآن المحلل السياسي عباس العرداوي. أهلا بك سيد عباس. سيد عباس، إذن اللجنة القانونية النيابية تعرض النسخة النهائية لقانون الانتخابات في مجلس النواب، بينما هناك أصوات في مجلس النواب أيضا تقول بأن إقرار قانون الانتخابات وتحديد موعد لإجراء الانتخابات يبدو وكأنه مستحيل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة. أهلا بك. طبعا لا شك هذه معادلة مهمة في إجراء الانتخابات، يعني لأن كوننا نريد أن نجد الانتخابات يجب علينا إنهاء ملف القانون نفسه الذي هو أساس إجراء الانتخابات ومصطلح التشريعي. هذا القانون يشهد الكثير من الإخفاقات ويشهد الكثير من المؤشرات. واحد من أهم المؤشرات التي تعترض عليه بعض القوى السياسية هو موضوع التعاطي والتعامل مع حجم الأقضية أو طبيعتها. باعتبار أنه شهدت هذه النقطة تحديدا محل خلاف جدا كبير بين وزارة التخطيط وبين مجالس المحافظات المحلة وبين واقعية وجود بعض الأقضية، كيفية تفسير هذا الموضوع وأدبياته محل إشكال. النقطة الثانية معالجة موضوع القائمة المفتوحة أو المغلقة، وهذه فيها الكثير من الحديث، هي محل الحوار الذي أجل أصل القضاء. يبقى مثلا هذا الموضوع مهم جدا لكون الانتخابات اللي يروم يعني الشارع العراقي بطلبها من الحكومة والتي وعدت بإجرائها تذهب بهذا السياق عليها أمر. أنا أعتقد مجرد خطوة، لأن الخلاف عليه أكبر من ذلك. أما المؤشر الذي يمكن أن نلتفت إليه، لماذا تعرض مع وجود الكابينة الحكومية أو مع عرض الوزراء؟ هذه المؤشر يجب أن نلتفت إليه، لأنها قد تكون جزء من المساومة على تحضير إكمال الكابينة الحكومية. تقصد أن تحديد الجلسة المقبلة للموافقة على بقية أسماء الوزراء وأيضا للموافقة على قانون الانتخابات الجديد وتحديد الانتخابات المقبلة هو مساومة، يعني تم وضع الأمرين في نفس الجلسة لكي يتم التساوم عليه من قبل الجهات السياسية؟ نعم، أنا لا أستبعد ذلك، لا أؤكد ذلك، لا أستبعد ذلك. أؤكد أن اليوم الموضوع محل شك، لماذا توضع في هذه التوقيتات ولماذا مع إكمال الكابينة الحكومية؟ أظن لدينا أمر ثالث وهو إجماع عدد كبير من النواب على توقيعات لتغيير السيد الحلبوسي، وقال السيد الحلبوسي الموضوع في حوارات متعددة، يعني يبقى الموضوع فيه يعني دائرة الشك. نعم، مجمل الموضوع الدائرة القانونية مناقشة اللجنة القانونية لحد الآن، الاعتراضات قائمة لا سيما من الإقليم باعتبار لديه إضافة 20 قضاء، الإشكالية في محافظة كركوك لم تحل لحد هذه اللحظة. حتى الهيكل الإداري سيد عباس لمفوضية الانتخابات عدم مكتمل، يعني ليس مكتملا حتى الآن، ربما هذا أيضا يقف عائق أمام إجراء الانتخابات المبكرة. مقابل ذلك سيد عباس، اليوم السيد رئيس الوزراء يجري لقاءات مع عوائل الشهداء، شهداء تظاهرات العراق والانتفاضة العراقية. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في ساحات العراق من أجل أولا وأخيرا تغيير
العملية السياسية وحل البرلمان. كيف تقرأ هذه الزيارة وكيف تقرأ محاولة إرضاء عوائل الشهداء من قبل رئيس الوزراء في هذا التوقيت؟ طبعا هي تأتي في ظل شعبوية الرئيس الكاظمي الذي يبحث عن خطوات يعني يرجو منها أن يكون أقرب إلى الشارع العراقي، ومثل ما ذكر التقرير زميلنا المراسل حينما قال فيها غزل. نعم هي شعبوية باعتبار أنها تتقرب الكثير، وتعرفين بالتأكيد رأي الاحتجاجات ورأي الشارع له تأثير مباشر ويؤخذ به. واليوم أصبح هناك ضغط على مستوى إداري، وعدد من النواب تحدثوا عن استخدام الكاظمي لورقة التظاهرات ورقة الشارع في الضغط السياسي على مجريات الحكومة العراقية. فبالتالي من أهم ما في الشارع العراقي وأهم ما في الاحتجاجات هي الشهداء وفئة الشهداء، وبالتالي بالتأكيد اللقاء معهم سيوفر أرضية مهمة وكبيرة للكاظمي للقبول لدى المتظاهرين. نعم السيد عباس العداوي المحلل السياسي، أشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة. في السياق المالي، دعا نواب الحكومة إلى تجنب خيار الاقتراض الخارجي لتجاوز الأزمة المالية، محذرين من خطورة رهن موارد البلاد الاقتصادية والمالية للخارج بسبب تقلب أسعار النفط. وقالت النائبة إنعام الخزاعي إن موازنة العراق لا تحتاج للنقد بالعملة الأجنبية، وإنما هناك حاجة إلى العملة المحلية لتجسير فجوة التمويل حتى تعافي أسعار النفط وتعظيم الموارد المالية الأخرى للحكومة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى خيار الاقتراض الخارجي يعني رهنا لمصير العراق لدى إيرادات دولية، وتهديدا خطيرا لأمنه السياسي والاقتصادي والاجتماعي على حد تعبيرها. هذا وأوضحت اللجنة المالية النيابية عن اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقديم 10 بدائل لتجاوز الأزمة الاقتصادية والحفاظ على رواتب الموظفين دون استقطاع، مبينة أن من بين البدائل زيادة سعر البرميل النفط المباع إلى مصافي وزارة النفط، وإعادة النظر بمبالغ عقارات الدولة المباعة والمؤجرة بمبالغ بخسة. أعضاء في اللجنة المالية النيابية أكدوا أن اللجنة بصدد إعداد دراسة متكاملة على ضوء التقريرين المقدمين من البنك المركزي بشأن الأزمة المالية والحكومة كرؤية من قبل هيئة المستشارين، والذين تناولا أو اللذين أي التقريرين تناولا بشكل كبير استقطاع رواتب الموظفين كحل لتجاوز الأزمة المالية. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا الآن رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين الأستاذ عبد الحسين الياسري. أهلا بك سيد عبد الحسين. إذا هناك مشكلة مالية كبيرة تعترض العراق الآن، وهناك أصوات ضد حل المشكلة الأبرز الاقتراض الخارجي، نواب وشخصيات بارزة في الدولة تحذر من الاقتراض الخارجي في هذا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي السادة المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا. الآن الأزمة المالية في العراق فيها جانبين، جانب يمكن أن يتم المساهمة في حله بشكل سريع، والجانب الثاني استراتيجي يجب على الدولة أن تخطط لحله. الجانب السريع هو توفير أولاً الرواتب، توفير قسم من المصاريف والنفقات الضرورية. نعم. احنا نفهم أن الموازنة كل سنة تتأخر، وهذا عيب كبير، لأنه الحلول يجب أن تكون بمناقشة الموازنة. فإذا أجت الموازنة في الشهر السادس مثل ما موجودة الآن، فصعوبة إيجاد الحلول. لازم الموازنات القادمة
تقدم بمواعيدها. الموازنة العراقية تتقدم إلى مجلس الوزراء وإلى البرلمان وتعد بطريقة قديمة بالية اسمها البنود، ويجب أن تترك هذه الطريقة. وإحنا قبل سنتين سمعنا أن وزارة المالية متجهة إلى تغيير هذه الطريقة. إضافة إلى هذا، على الموازنة وعلى الدولة وعلى أجهزة الدولة الاقتصادية والمالية أن تتوجه إلى مصادر للإيراد وهي موجودة، في مقدمتها الزراعة وكذلك الصناعة وكذلك السياحة، وكان البلد يعتمد على هذه المصادر. المفروض بالدولة أن تتوجه وبشكل سريع إلى موضوع مهم. سيد عبد الحسين، لكن يعني النخب السياسية والشخصيات السياسية في الدولة وضعت احتجاجات العراق حجة أمام عدم إقرار الموازنة وسط تحذيرات من تكرار سيناريو عام 2014 أن يمضي العراق دون موازنة مالية. يعني النخب السياسية تضع حجج من أجل عدم إقرار الموازنة حتى الآن. أنا أتحدث عما يجب أن يكون، نعم، أما ما هو كائن هو هذا الأسباب اللي أخرت الوضع الاقتصادي بالعراق. نعم. هذه الحلول يجب أن يصاحبها شيء مهم وهو دعم القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يمكن أن يستوعب الكثير من الموظفين والعمال. على الدولة القيام بتعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين في أخذ الاستثمار من الجهة المسؤولة. الآن هذا القانون بحالة الموجود به لا يشجع المستثمرين الأجانب. نعم، إذا تشجيع الاستثمار. الحلول استراتيجية. نعم. أما الحلول السريعة لو تسمحي لي. نعم تفضل. أنا وجدت أن مجموعة من النواب قد وضعوا نفسهم وعلمهم وتصورهم للمرحلة الحالية لمعالجة الوضع الحالي، وهو مناقشة بعض النفقات الموجودة ويجب أن تشطب هذه النفقات. مثل ماذا سيد عبد الحسين؟ عائدات المنافذ الحدودية مثلا، ملف عقارات الدولة، ملفات عديدة يمكن أن تفتح. هذا الجانب الإيراد. نعم. أنا أحكي عن النفقات. لحد الآن هنالك نفقات مثل الأثاث والخدمات وغيرها غير مهمة وغير ضرورية، وهذه مليارات إذا مو تريليونات، فيجب أن تشطب. احنا تحدثنا في الأسبوع القادم وياكم وقلنا أن النفقات كثيرة في العراق والإيرادات قليلة، وهذا اللي شكل المشكلة. اليوم اكو ارتفاع في النفط، وصل النفط الى 36 او 37، وهاي عوامل بشارة خير ان شاء الله للحكومة الحالية. نعم. اضافة الى هذه المواضيع، المفروض بالحكومة ان تأتي باصحاب الخبرة والاختصاص لمعالجة هذه الامور لوضع البلد في موضعه اللي يستحق. هل تعتقد ان الحكومة الان بحاجة الى مثل هذه الشخصيات، وان الهيئات التي تناقش هذا الأمر ذهبت إلى الحل السريع والطريق الأقصر وهو الاقتراض الخارجي وسط اعتراضات شعبية وأيضا من داخل الكواليس السياسية ضد هذا الاقتراض؟ لأنه كما تعرف الاقتراض سيحد من سياسات العراق حتى بما يخص الملفات الخارجية، وسيؤثر على كافة المناحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية وكافة الأمور. هو المفروض الدولة عندها إمكانيات فما تقترض، أما إذا كانت بحاجة ماسة إلى الاقتراض فهو وسيلة لعبور المرحلة المهمة. وأريد أقول شيء بالاقتراض وهذا ما سمعته من أحد، أن الدول المقترضة عندما تقوم بالتسديد لا تسدد المبلغ بجميعه،
شوف أذكر لك حالة سيدتي. بعد يعني بعد دخول الأمريكان للعراق جرت مفاوضات مع الدائنين، وكان العراق مدين 140 مليار دولار. فصار مؤتمر في باريس سمي بنادي باريس وخارج نادي باريس، ودفعوا لهم 10% نقد و10% قسطوها لهم، يعني 28% دفع العراق من جميع ديونه، لأنه الدول المدانة دائما يصير تخفيض بديونها. هذا التخوف منه أن العراق راح يرهن سيادته، أو أن العراق أغلب دول العالم تقترض، بس متى إذا كانت هنالك ضرورة قصوى. الآن ذكرت لك أنا الأسباب السريعة في معالجة الوضع الحالي، ومن هذه الأسباب الاقتراض الداخلي أو الاقتراض الخارجي. يعني أنت مع هذا القرار؟ هو الفوائد. أنت مع هذا القرار؟ الآن العراق بحاجة إلى اقتراض خارجي. أنا أشوف إذا كان بحاجة وانسدت الأبواب أمام العراق ماكو غير هذا الحل. أكو اليوم البارحة انذكر شيء ويجب أن يناقش، وهو أن يقوم البنك المركزي عنده أكثر من 65 مليار دولار، يجب أن يساهم في دعم الدولة. سيد الياسري، لكن هناك أصوات كثيرة تتحدث عن ملفات عديدة موجودة داخل الأروقة السياسية، ملفات الفساد، ملفات مخصصات الدرجات الخاصة، نافذة أيضا بيع العملة في البنك المركزي، عائدات المنافذ الحدودية كما أشرت أنا قبل قليل. كل هذه الأمور ألا يمكن أن تسود جزءا من عجز الموازنة بعيدا عن فكرة الاقتراض الخارجي؟ احنا قلنا ونأكد ان الاقتراض الخارجي هو احدى الوسائل الصعبة، فاذا ماكو حل وين نروح؟ نروح للاقتراض الداخلي او الخارجي، والداخلي افضل البنك المركزي او المصارف الموجودة الحكومية والاهلية، وممكن انهاء الموضوع، لا سيما وان التصريحات المسؤولين يقولون ان رواتب يعني المتقاعدين مضمونة. حتى في هذا اليوم أكو تصريح المدير التقاعد علما أنه أكو صندوق التقاعد، يعني المتقاعد يأخذون منه هاي الفلوس اللي رجعونها إليه ابتداء من يتعين. أكو نسبة من راتبه، الدولة تدفع نسبة وهو يدفع نسبة، إضافة إلى الآن رواتب الموظفين أيضا أكو تصريحات من جهات مسؤولة تقول مضمونة لهذه السنة. النفط بدأ يرتفع، وهذه إحنا سميناها عامل خير، وإن شاء الله أتبشر الحكومة الحالية ب يعني أشياء جديدة تخدم الجانب الاقتصادي. اتضحت الصورة. رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الحسين الياسري، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. أما في ملف فيروس كورونا، فقد سجل العراق أعلى نسبة إصابات منذ بدء أزمة جائحة كورونا، حيث سجلت مختبرات وزارة الصحة 1006 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة و235 حالة شفاء من كورونا في عموم العراق. وأوضحت الوزارة أن الإصابات توزعت بواقع 528 إصابة في بغداد و96 إصابة في البصرة إلى جانب بقية المحافظات. أما الوفيات فقد بلغت 285 حالة، ومجموع حالات الشفاء بلغت أيضا 4573 حالة. بدوره حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي أبناء المحافظة من الدخول في مرحلة الخطر العام، وقال المياحي إن الأوضاع الصحية تدخل مرحلة الخطر العام، مبينا أنه خلال يومين سجلت المحافظة أكثر من 105 إصابات، وبذلك فإن وضع المستشفيات والكوادر الصحية ينذر بخطر حقيقي، مضيفا أن هناك أعدادا كبيرة من الملامسين والمصابين لم تكتشف بعد، ورغم هذا ما يزال بعض المواطنين لا يبالون بخطر الوباء، مؤكدا أن الحل الوحيد للحماية من خطر كورونا هو الوقاية الشخصية لكل فرد، وعلى كل عائلة حماية نفسها وتجنب الاختلاط بأي شكل من الأشكال. في كربلاء قررت خلية الأزمة الاستمرار بإغلاق منافذ المحافظة باستثناء الحالات الضرورية،
وتسهيل حركة البضائع والسلع والكوادر الصحية والأمنية، مشددة على منع التجمعات في الساحات العامة وقاعات المناسبات والجوامع والحسينيات. وأكدت خلية الأزمة اتخاذها الإجراءات الصارمة بحق أصحاب المحال التجارية والمولات، مبينة أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية سيغلق المحل وسيحاسب صاحبه وفق قانون الصحة العامة، ثم يحال إلى المحاكم المتخصصة، إضافة إلى تغريم كل من يقود عجلة مصرحا بها ومن معه ب25,000 دينار عن كل شخص في حال عدم ارتدائهم الكمامة والقفازات. ينضم إلينا الآن المتحدث باسم وزارة الصحة السيد سيف البدر. أهلا بك سيد سيف. إذن ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، اليوم لأول مرة يسجل العراق 1006 إصابة بفيروس كورونا، ما أسباب هذا الارتفاع برأيك؟ شكرا جزيلا، تحية لك المشاهدين الكرام. يعني كما بينت الوزارة في بياناتها السابقة عدة أسباب يمكن تفسير هذا الارتفاع الملحوظ خلال الفترة الأخيرة والمتوقع. حقيقة عدم الالتزام الواضح بتوجيهات وزارة الصحة والبيئة، وكل قرارات الحظر السابقة ما كان التزام لمضمونها سواء كان شامل أو جزئي أو مناطقي. زيادة القدرة التشخيصية لمؤسسات وزارة الصحة، زيادة أعداد المختبرات، زيادة أعداد الفحوصات المختبرية المجرات كل يوم، وأيضا المسوحات الميدانية التي بدأت بها وزارة الصحة منذ أسابيع لتحديد أماكن محتملة لتكون بؤر للإصابات وتوجيه فرق وزارة الصحة أكثر من 1100 فريق حوالي في بغداد والمحافظات. الاكتشاف الحالات الصامتة إذا صح التعبير، وهي الحالات اللي ما تكون عليها أعراض ظاهرة. رغم الإصابات الزياد في الحالات المشخصة في الأيام الأخيرة، لكن لحد هذا الحال لحد هذه اللحظة الوضع تحت السيطرة، ويمكن لمؤسسات إدارة الصحة التعامل مع هذه الأعداد ونناشد ونطلب. يعني استيعاب القطاع الصحي في العراق جاهز لمواجهة هذا الارتفاع بفيروس كورونا؟ لحد هذه اللحظة ردهات العناية التنفسية والعناية المركزة من 1000 سرير، احنا الإشغال السريري حوالي 60. لكن هذا لا يعني ابدا اننا تعدينا مرحله الخطر. احنا لا سمح الله صار تفشي ومئات او الاف الاصابات، اي نظام صحي في العالم وليس فقط العراق لا يستطيع ان يتعامل مع هذه الزيادات. احنا لاحظنا شلون دول مستقره وغنيه ما عندها المشاكل اللي موجوده في العراق، ربما الصحيه انهارت او شبه انهارت امام الاعداد الكبيره من الاصابات والوفيات. ولذلك نرجع نطبق المبدا الأساسي في الصحة، وهو مبدأ الوقاية خير من العلاج. نكرر على الالتزام بقواعد الوقاية الشخصية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي والتجنب. نعم دكتور سيف، كثيرا يعني ما توجه أصابع الاتهام وتوضع المسؤولية على المواطن العراقي أو على المجتمع العراقي بشكل عام، وأنه كان هناك تهاون بالتباعد الاجتماعي. هل تعتقد أن هناك قصور في عملية التوعية الاجتماعية؟ المواطن لا يدرك حجم الخطر بشكل حقيقي، لأنه كان في تقصير بالحملات التوعوية التي تحذر من خطورة المرض. احنا ما نحب يعني مصطلح توجيه الاتهامات. موضوع التوعية هو مشكلة في العراق بشكل واضح، هو في كل بلدان العالم، حتى البلدان الغربية مثلا لاحظنا اكو نسبة من المجتمع عندهم انكار وتشكيك وعدم تصديق بموضوع الوضع الأوبئة بشكل عام وكورونا بشكل خاص. بالنسبة لنا كوزارة الصحة وإعلام وزارة الصحة والجهات التثقيفية في وزارة الصحة، احنا من بداية الجائحة انبدت بالصين وكانت فقط في ووهان.
محصورة وما موجودة خارج الصين. احنا بدينا بموضوع التوعية والتثقيف وناشدنا وسائل الإعلام. أنا شخصيا وجهت عدة رسائل لكل وسائل الإعلام لكل فضائيات ومنها فضائيتكم الكريمة بضرورة التثقيف والتوعية عن كورونا. بكل صراحة كانت الاستجابة متفاوتة. بعض الجهات الإعلامية كانت سباقة ومبادرة، والبعض كان يعني مشككين وغير متعاون، والبعض لحد الآن أيضا ليس بالمستوى المطلوب. لكن بشكل عام بشكل عام الاستجابة الإعلامية تصاعدت خلال الأشهر الماضية. هناك فئات يعني غير قليلة كانوا غير مصدقين غير متعاونين، اتجهوا نحو يعني التعاون والالتزام. لكن بكل صراحة وبنفس الوقت توجد جهات إعلامية، بعض الجهات معروفة وغير معروفة، التي عملت بالضد من هذا وبدأت تشكك في بيانات الوزارة وما يصدر عنها من توضيحات حول جائحة كورونا. ولحد الآن البعض منهم، هذا يحتاج عمل تضامني ليس فقط مسؤولية وزارة الصحة، صحيح، مسؤولية الجميع، مسؤولية المواطن، القيادات الدينية، المجتمعية، إدارات، يعني أي شخص عنده جمهور وأن ناس تحترم رأيه. أنتم وسائل الإعلام، الشخصيات الإعلامية، هي مسؤولية الجميع سيدتي، ليست مسؤولية وزارة الصحة والحكومة فقط. لابد أن يتعاضد الجميع، الجميع من أجل الحد من خطر كورونا. دكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. في محافظة نينوى أعلنت دائرة الصحة أشروع بحملة تعقيم وتطهير واسعة بالاشتراك مع كوادر الدفاع المدني في أحياء مدينة الموصل، فيما جددت دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا. اليوم بدأنا بحملة ليلية مشتركة بين أخواننا في الدفاع المدني وأبطال الجيش الأبيض من خط الصد الأول في دائرة صحة نينوى، للعمل على تحفير ممارسة التحفير والتعقيم الليلي في مدينة الموصل. طبعا كانت الحملة بحضور معالي السيد اللواء عامر الدفاع المدني في العراق، شرفنا وشرف المدينة بالحضور. بدأت الحملة في هذا اليوم الكريم حتى تكون هناك من ضمنها عمليات توعوية، عمليات تحفير، عمليات تعقيم، لكي نجتاز هذه المرحلة الصعبة التي نطالب بها كل أهلنا في العراق من أقصاه إلى أقصاه بالوعي بالاستمرار بالوقاية، لأن هذا المرض ليس لديه علاج، هو مطلوب من عندنا الوقاية، والوقاية خير من العلاج. وبشأن جهود مديرية الدفاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، أوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان أن وزارة الداخلية عقدت مؤخرا اجتماعا موسعا لتدارك سرعة انتشار الفيروس في المحافظات كافة، مؤكدا أن الاجتماع خلص إلى التعويل على وعي المواطنين ومدى التزامهم بالتعليمات الصحية الوقائية. فيما يتعلق بفيروس كورونا، فالكل يعلم بتصاعد أعداد المصابين في الفترة الأخيرة، كان هناك اجتماع مهم جدا بين معالي السيد وزير الداخلية المحترم ومعالي السيد وزير الصحة، استضافته وزارة الداخلية وحضره قيادات الوزارتين. نوقشت باستفاضة كل ما يتعلق بسبل التصدي وإيقاف تداعيات انتشار هذا الفيروس، فصدرت عنه الاجتماع عدة مخرجات في مجملها عولت على المواطن وكيف يجب أن يكون المواطن هو الركن الأساسي في كل هذه الإجراءات عبر استجابته لمتطلبات الحماية والوقاية والتباعد الاجتماعي. شكلت ثلاث لجان في كل من بغداد الكرخ وبغداد الرصافة، لجان مشتركة بين تشكيلات وزارة الداخلية سواء القتالية أو الخدمية أو الإعلامية، منها الشرطة المجتمعية والدفاع المدني ووزارة الصحة بكوادرها والأمن الوطني والحشد الشعبي في كل من هذه اللجان، دخلت في عمق المناطق واستمالت المواطنين وما زالت. كشف قائم مقام الموصل زهير الأعرجي عن وجود تدخلات سياسية تصل إلى حد الابتزاز والتهديد بالإقالة
في العديد من دوائر محافظة نينوى، لافتا خلال مقابلة مع قناة الفلوجة إلى أن هذه الضغوطات السياسية أسهمت بشل عمل تلك الدوائر وتعطيل حركة المشاريع في المحافظة. هناك في بعض الأحيان كثير من مدراء الدوائر عليهم ضغوطات لأمور قد تكون هي مخالفة للقانون أحيانا، أو تدخل في صلب عمل مدير الدائرة أو رئيس الوحدة الإدارية، فيكون هناك ضغط وتدخل. وبعض الجهات حقيقة تقوم بالضغط على محافظ نينوى لإلغاء بعض القرارات أو بعض المشاريع أو بعض القرارات التي تخص وحدة إدارية في تنظيم المدينة مثلا. هناك لكل دائرة ولكل رئيس دائرة هناك حرية الحركة في إدارة دائرته. هذه التدخلات من البعض القلة حقيقة جعلت أن تكون هناك نوع من الشلل في الأداء أو تغيير القرارات بين حين وآخر، وفقدان مدير الدائرة مصداقيته حتى أمام الإعلام وأمام الجماهير في موضوع المشاريع في موضوع العمل. هذا التدخل سبب لدينا إخفاق. هناك أيضا لغة الابتزاز، وأيضاً هناك لغة التهديد بالإقالة وتغيير المنصب. لدي 3 إلى 4 مدراء مهددين بالإقالة وبتغيير المنصب من خلال وغزات أو من خلال بعض مواقع التواصل المتعاملة مع بعض مع الأسف السياسيين، جعل أن يكون هناك إرباك في الشارع الموصلي. وكشف الأعرج عن إملاءات سياسية تفرض على مديري الدوائر بغية تمرير ما وصفه بالمآرب الشخصية لجهات وشخصيات تسعى وراء الحصول على مكاسب. نوجه رسالتي للسيد رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي أن يرسل وفد تقصي حقائق إلى نينوى، ولدينا الملفات ولدينا الأوامر وسنتحدث بصراحة. نحن لا نخشى على منصب، نحن هذه مدينة أمانة في أعناقنا. إذا كنا مقصرين فلنتحاسب، وإن كنا فاسدين فلنتحاسب، وإن كانت هناك عداءات شخصية أو طمعا في المنصب لأحزاب أو جهات معينة فليذهبوا إلى الطريق السليم لا إلى الطريق الملتوي وطريق التسقيط بمواقع وهمية وتحت مسميات. وكشف الأعرج عن استيلاء جهات متنفذة على أراض زراعية في الموصل رغم قرار منع إحالة أي أراض زراعية ومتنزهات إلى مشاريع استثمارية، مشيرا إلى أن غابات الموصل خط أحمر ولا يمكن السماح لأحد بتحويلها إلى مشاريع استثمارية. أنا أصدرت أمر إلى دائرة بلدية الموصل ومنعت إحالة أي أراضي خضراء أو متنزهات إلى مشاريع، وخاصة هناك بعض المتنزهات هي مصروف من دائرة البلدية وواردات في تنظيمها كمتنزهات عامة للمواطنين، ولكن حصل الاستيلاء عليها من البعض وأخبرت النزاهة فيها وهناك تحقيقات جارية. وهناك أيضا بعض المتنفذين بعض الأسماء الذين هم يشغلون مناصب في الإدارة أيضا بأسماء لأشخاص آخرين استولوا أيضا على بعض الأراضي لإقامة مشاريع عليها، وأيضا تم إخبار النزاهة فيها. الغابات خط أحمر لا يمكن لأحد أن يتجاوز أو يغير معالم هذه إلا وفق سياقات تنظيمية لأجل خدمة المدينة. على الصعيد الأمني استشهد 4 أفراد من أسرة واحدة برصاص مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في ديالى. وقالت مصادر أمنية أن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما على بستان في قرية الإصلاح الواقعة في محيط جلولة شمال شرق بعقوبة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 3 إخوة ووالدهم متأثرين بإصابتهم. واحتجاجا على تكرار هجمات داعش الإرهابي تظاهر أهالي قرى الإصلاح والشيخ بابا بناحية جلولاء في أطراف قضاء خانقين. وقالت مصادر أمنية أن الأهالي قطعوا طريق الرابطة مع كلار مستنكرين الهجوم الداعشي الإرهابي على بستان عائلة في ديالى، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الأب وأبنائه 3. هذا وتداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر قيام أهالي قرية الإصلاح في ناحية جلولاء
بطرد النائب عن تحالف القوى أحمد مظهر الجبوري مع أفراد حمايته، وذلك احتجاجا على تردي الوضع الأمني في القرية. وعبر الأهالي عن غضبهم من تكرار الهجمات الإرهابية على أهالي القرية، والتي كان آخرها الأمر الذي أدى إلى استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة بهجوم إرهابي شنه تنظيم داعش في ساحة متأخرة أو في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس. هذا احمد مظهر انهزم الجبان زين. ينضم إلينا الآن مراسلنا من ديالى عمر العبيدي. أهلا بك عمر. إذن الأهالي يقومون بطرد النائب عن تحالف القوى أحمد الجبوري بعد الهجوم الذي طال أسرة ومقتل عدد من أفرادها. نعم، تحية لك طيبة زميلتي ولا جميع مشاهدي قناة الفلوزة. يوم أمس كان هناك هجوم لتنظيم داعش على مزرعة يتواجد فيها أب وثلاثة أبناء، تم قتل هؤلاء من قبل التنظيم. هناك شهود عيان أكدوا على أن من قام بالفعل هم تنظيم داعش بعد سماع تكبيرات، لكن لم يستطيعوا من إلقاء القبض عليهم. هذا الأمر شكك به القيادات الأمنية مؤكدين على أن العمل جنائي. اليوم خرجت تظاهرات في ناحية دلولاء استنكارا لهذا العمل المتكرر، أسوة بالأعمال التي حدثت قبل أيام. أيضا كان استهدافات في الشيخ بابا في قرية الإصلاح. هذه المناطق تشهد هجمات متكررة من قبل تنظيم داعش. أيضا أثناء التظاهرة قدم أحد أعضاء مجلس النواب العراقي إلى التظاهرة للقاء المتظاهرين، لكن استقبل المتظاهرين العضو بالحجارة ولم يسمحوا له بالاقتراب من المتظاهرين، ورددوا هتافات كثيرة. من هو هذا العضو هذا النائب؟ العضو هو أحمد مظهر الجبوري، هو عضو عن تحالف القوى العراقية، كان يتواجد، هو يسكن في هذه المناطق من هذه المناطق، لكن المتظاهرين يحملون الأعضاء يحملون القيادات الأمنية مسؤولية ما يحدث في هذه المناطق من خروقات أمنية، مؤكدين على تقصير أعضاء مجلس النواب وبالتحديد الشخص الذي لم يستقبلوه بأنه لم يتواصلوا مع أهلهم رغم الهجمات المتكررة لتنظيم داعش، ولم يضعوا الحلول ولم يوصلوا أصواتهم إلى الحكومة المركزية لتوفير السلاح والأجهزة الكافية حتى لا يتكرر الاستهداف على الأبرياء في هذه المناطق. نعم، اتضحت الصورة. مراسلنا عمر العبيدي كنت معنا من ديالى، أشكرك جزيل الشكر. هذه نشرة مستمرة ونتابع فيها لكن بعد قليل. رجل يصيب زوجته ويقتل شقيقتها طعنا بالسكين في بغداد، وشاب يغتال صديقه ببندقية صيد في ذي قار. أعلنت وزارة النقل غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية كانت متوجهة إلى ميناء أم قصر ومحملة ببضائع خاصة بالمواد الإنشائية. وأوضحت الوزارة أن السفينة الإيرانية بهبهان غرقت قرب العوامة رقم 5 في قناة خور عبدالله ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية. من جانبها قالت شركة الموانئ العراقية إنه تم الإعاز إلى الوحدات البحرية الساحبة لإنقاذ الطاقم الموجود على السفينة من الغرق، مبينة أن حادث الغرق مجهول الأسباب وأن الباخرة صغيرة الحجم ولا تؤثر على الممر الملاحي العراقي، مؤكدة إنقاذ 4 من طاقم الباخرة وانتشال جثة واحدة، وما يزال البحث جاريا عن المفقودين. في ملف الجرائم والعنف الأسري، هزت جريمة مروعة منطقة البنوك شمالي العاصمة بغداد، حيث أقدم شخص على قتل شقيقة زوجته طعنا بالسكين. قالت مصادر أمنية إن شخصا أقدم على قتل شقيقة زوجته بسكين،
وأصاب زوجته بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسم، مبينة أن دوريات نجدة الشعب طوقت على الفور مكان الحادث وتمكنت من القبض على القاتل، والتحقيق مستمر لمعرفة ملابسات الحادث. وفي ذي قار تمكنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في اليوم الخامس من الشهر الماضي بقضاء الغراف. وبحسب بيان للمديرية فإن مواطنا تقدم في الخامس من أيار الماضي بالتبليغ لدى شعبة مكافحة إجرام الشطرة والغراف عن فقدان والده البالغ من العمر 19 عاما. وبعد التحري تبين أن الجاني هو صديق المجني عليه، حيث قام بإطلاق رصاصتين من بندقية صيد تجاه المجني عليه في إحدى المناطق الزراعية، وذلك للحصول على رسائل غرامية بين المجني عليه وفتاة على هاتفه الشخصي. نبقى في ذي قار، وبالتزامن مع التظاهرات التي انطلقت ضد المديرين العامين قام مجهولون بقطع يد تمثال الشاعر ورجل الدين محمد سعيد الحبوبي. تفاصيل القصة الكاملة نتابعها في هذا التقرير. من نازح يحدو العراق طغونه، قلب سرى لما أهاج شجونه. تمثال رجل الدين والشاعر الأديب محمد سعيد الحبوبي في وسط مدينة الناصرية يتعرض للتخريب، فقد شهد النصب الموضوع في الساحة المسماة باسمه قطع يده دون معرفة الأسباب أو الجهة الفاعلة، وسط استياء شعبي في المدينة مما جرى. بالنسبة لما تعرض التمثال الشهيد الثار محمد سعيد الحبوبي، طبعا هو رمز للتظاهرات، ومن بداية التظاهرات 1/10 احنا اتخذنا هذا المكان كملجأ لنا وكنقطة لانطلاق ثورتنا. طبعا طيلة فترة تواجدنا بهاي الساحة وكنا موجودين بها، ما حد تعرضه، ما حد قدر تعرضه، بس أمس طلعنا على مدراء الدوار وكانت الساحة تقريبا شبه خالية. جهات مجهولة استغلت وقت مغادرة المعتصمين إلى مكان تنظيم وقفتهم الاحتجاجية وقامت بالعبث بالتمثال الذي أنشئ عام 1971 للفنان عبد الرضا كشيش، حيث قطعوا اليد اليسرى بعد 8 أشهر من وجود خيام المعتصمين حول الساحة دون أن يتعرض لأي تخريب. احنا أمس مسوين تصعيدية فطلعنا على مدراء الدوائر، فرجعنا شاهدنا أن الحبوبي متعرضين له كاسرين إيده، فاحنا ندين ونستنكر هذا العمل، وحاولوا الشباب تصليحه وان شاء الله صلحناه، واحنا نسال الجهات المختصه توفر حمايه، لان الحبوب هو يمثل ايقونه التظاهرات، ايقونه الاعتصامات، ايقونه تظاهرات العالم كله، لانه هو صاحب اكبر فتوى هي ثوره العشرين. اليد المقطوعه تحمل كتاب فتوى الجهاد التي اتى بها الحبوبي الى الناصريه والتي اشعلت ثوره العشرين في العراق، ما أثار تساؤلات حول مغزى قطع هذه اليد بالذات. لقناة الفلوجة الفضائية سعد الركابي، الناصرية. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. البرلمان يلتئم السبت لاستكمال مرشحي الوزارات الشاغرة، والقانونية النيابية تؤكد الانتخابات المبكرة ضرب من المستحيل. الوباء يكسر عن أنيابه، الحصيلة اليومية تتجاوز 1000 إصابة للمرة الأولى، ومحافظات تحذر من الدخول في مرحلة الخطر. لدي 3 إلى 4 مدراء مهددين بالإقالة وبتغيير المنصب من خلال وغزات أو من خلال بعض مواقع التواصل المتعاملة مع بعض مع الأسف السياسيين. تدخلات سياسية وإملاءات نيابية، دوائر الموصل مشلولة وحركة المشاريع متوقفة، يؤكد الأعرجي في مقابلة مع الفلوجة.
الخروقات الأمنية تشعل الغضب الشعبي في ديالى. داعش يغتال 4 أفراد من عائلة واحدة، ومحتجون يطردون نوابا ويقطعون الطرق. انتهت هذه النشرة مشاهدينا، وإلى اللقاء.